شبك هي؟ ما في شيء جدو، انا ما لي قدراني اجي هالجمعه. مريضه؟ لا ماني مريضه، صارت معي شغله. انا اسفه. على شو اسفه؟ شو اللي صار؟ فكرته رجال وبيتامن على سر. ما عم بفهم عليكي، انت عن مين عم تحكي؟ غسان حكى لعمتي كل شيء وعرفت مين انت. وليش عم تبكي؟ خليها تعرف شو يعني. لا جدو، هذا سرك وما لازم حدا يعرفه، ما كان لازم انت تقليها. انا اسف جدو، ما طلعت قد المسؤوليه. لا جدو لا، لا تبكي، خلي كل الدنيا تعرف، انا ما عاد يهمني، انت ما لك ذنب. ابعت لك السياره تجي لعندي. لا معلش معلش جدو، انا وعدت عمتي ما اتركها ولا دقيقه، وصار لي جمعه ما طلعت برات البيت. طيب طيب، انت مسحي دموعك، ما في شيء بيستاهل تبكي عليه. انا رح اجي لعندك، قولي لعمتك يوم الاحد مساء ان شاء الله بكون عندكم. مع السلامه. صرت مرتين رايح لعندهم، وكل ما بتشوفني بتدير ظهرها وتروح على غرفتها. هلا لانا زعلانه منك قاطع الاكل عن حالك وحابس حالك هون بالاوضه. بك المشكله انه انا اللي لازم ازعل. طيب احكي لي الحكايه من اولها بالتفصيل. حكيت لك. يعني هي ليش زعلانه منك؟ في سر بيني وبينها انا قلته لعمتها. شو انت ولد لحتى تفشي اسرارها؟ لاني كنت خايف عليها ومقهور منها لانها طايشه. طيب بتقدر تحكي لي هالسر؟ طبعا لا. ماشي، معناها قوم اتغدى واطلع من اوضتك وكل شيء له حل، لانه عبير طيبه وراح تسامحك اكيد. هالمره زعلانه عن جد. تعرف حل مشكلتك عند وعد، قوم هلا احكي معها، خليها تحكي هي مع عبير. بتقلي لها بدنا نشوفها ولو دقيقتين. عم تقلي لها انه اذا ما رضت تقابلنا هلا ما بقى نرجع ابدا. هي قاعده بالصالون، فوتوا انتو شوفوها واحكوا لها الحكي. عدو ليش واقفين؟ واخيرا سمعنا صوتك. شو بكي؟ مريضة؟ حتى لو كانت مريضة ما لازم تعاملنا هيك. هلا سمعنا انت الثاني، خليها هي تحكي. اهلا وسهلا فيكم، شرفتوا. كيفك رامي؟ انت كيفك؟ شو وصلتك؟ ولا شي، جربت انعزل الجمعة. فيها شي؟ بالنسبة إلك يمكن ما يكون فيها شي، بس بالنسبة إلنا فيها. فيها انه تغير كل نظام حياتنا، فيها انه احنا مو متعودين ابدا تغيبي عنا ولا يوم، وفيها كمان انه حسينا بالغربة وانت بعيدة عنا. هذا الشيء طبيعي، نحن داخلين على مرحلة جديدة من حياتنا ورح تاخذ طابع مختلف. بس ما في داعي المرحلة الجديدة تغيرنا، بالعكس نحن منبرمجها لتناسب وضعنا نحن الثلاثة. أنا ما فيني أترك عمتي لحالة. ليش في حدا طلب منك تتركيها؟ يعني ما بقى أقدر أروح معكم مثل الأول. على كل ليل نحن ما بدنا غير نشوفك دايما ونطمن عليك. لكن بتقدروا تشوفوني إمتى ما بدكم، هون بالبيت، وأهلا وسهلا فيكم بأي ساعة. شوفي عبير، إذا أنت زعلانة مشان المشغل فهو إلك مثل ما هو إلنا. ما بقى يهمني، وهذا آخر شي بفكر فيه. ما بروح لعندك، شو بدي اقول لها؟ اسأليها ليش زعلانة مني؟ أنت بتعرف ليش زعلانة منك ومعها حق. أنا قادر أطلع معك؟ بسام الله يخليك، أنا بحب العبير مثل أختي الصغيرة تمام، فلا دخلني بيناتكم. وعد أنا ما بدي منك شيء، روحي لعنده ما تجيبي سيرتي بنوم، بس اسمعي شو بتقول وتعالي قولي لي. جاسوسة يعني؟
يا ستي انا الحق علي اللي باخذه بعطي معك. خلصت على قلك، لا تزعل، رح روح لعندها بس بشرط ما بقول لك كل شيء بتقوله. بكره من قبل الضو الكل بيكونوا بالمخازن. مرحبا يا شباب. هلا هلا معلم. شلونك دياب؟ الحمد لله. عاوزك بكلمتين. تفضل معلم. يلا يا شباب هونا. حاضر معلم. قلي يا دياب قديش معك مصاري؟ مصاري؟ كل المصاري عم بتصلك بوقتها. عم اسألك عن مصرياتك، قديش صار معك؟ لازمك مصاري معلم؟ جاوبني على سؤالي. ما بدي اعرف شو عم تسأل حتى جاوب، على قد السؤال بجاوبك. لا شاطر يا شاطر، في صفقة كبيرة كتير. ما في شي عليك كبير يا كبير. هاي صفقة أكبر مني ومنك بكتير، تنزل فيها معي؟ قديش الصفقة؟ أكثر من 50 مليون. 50 مليون؟ وأكثر. أنا إذا بتحطني بالنشافة ليل نهار ما بيطلع مني أكثر من 7 8. بس ولا؟ إيه معلم، هدول شقة عمري. بتنزل فيهم شريك معي؟ ما فيني، أنا عندي مشاريع كتير، بعدين ناوي أتأهل. هلا أجل لي زواجك شهرين ثلاثة لبين ما نمرق الصفقة. صفقة شو؟ صفقة أدوات كهربائية وألكترونيات من كوريا. من عند أنور؟ شو قلت؟ أنا ومصرياتي تحت أمرك يا معلم. بكرة بجيب ليهم لعندي على البيت، وأنا رح أعمل اتصالاتي وأخذ الباقي من التجار. باقي شو؟ لك باقي المصاري، بدي فوق اللي معي ومعك 10 مليون، رح أخذه من التجار سلف من حق البضاعة. إيه؟ أمرك يا عبد الحميد. إذا كان الموضوع بخصوص بسام فما في لزوم للحكي. شو؟ معناها زعلانة منه عن جد؟ إيه زعلانة، زعلانة لأنه قال لعمتي كلام ما كان لازم يقوله، خلاها عايشة على أعصابها من الظهر للمساء، هو بيعرف إنه تعبانة ومريضة. هلا ما بدك تقولي لي شو القصة؟ على كل حال أنا جاي أقول لك إنه بسام تعبان وصار له أكثر من جمعة مو طبيعي. لا تصدقي، عم يمثل عليكم. شو هي عم يمثل؟ يظهر عمري لو معك شي عملة كبيرة لحتى كرهنتيه عن جد. ايه بكرهه، وقولي له انه انا ما بقى بدي اشوف وشه، واذا كان بده يجي مشان يحكي مع عمتي خليه يحكي بالتليفون اول مشان احمل حالي واطلع من البيت لاني ما بدي اشوفه. حاضر، انا رح وصل له كل الكلام اللي قلتيه بالحرف مثل ما بدك. وانت شو الله جابرك لا توصلي له؟ لا تقولي له شي، خليه هيك تعبان بيستاهل. وثلاث مكنات جديدة، واشتريت ب 150 ألف فرق قماش طقة واحدة، وبعدين فاتت على غرفتها وطلعت دفتر كبير من الغزالة وقعدت تكتب فيه. دفتر شو؟ ما بعرف، بظن إنه دفتر حسابات جديدة. طب ومالها كل هالمصاري؟ ما بعرف، بس بتعرف شفت بإيديها إسوارتين ذهب جداد. معها كل هالمصاري بتاكل حق عبير بالمشغى؟ إيه، وفوق هاد رجعت من السوق زعلانة. اسمعي لإلك عمتي، انت بتقعدي هون وما بتتحرك، وبس يجي انا بفتح له الباب، بدي اياك تبيني اميره قدامه. شو قلنا؟ مالي مرتاحه لجيته. طيب ليش ما اجى لعنا من زمان؟ هم مشكله، اذا بدك انا بروح لعنده. لا لا تروحي، والله حيرتيني. بقلعه يعني بس يجي؟ قلبي ماله مطمن. كمان شو؟ أهلا وسهلا يا جدو. مساء الخير. شلونك جدو؟ أنت كيفك؟ تمام الحمد لله.
عمتي بالصالون. يلا. مساء الخير. مساء النور. تحسين خليل، تاجر ورجل أعمال. شرفت بمعرفتك سيدة هند. أهلا وسهلا. جدو، أنت شلون بتقول على اسمك الحقيقي؟ على ما يبدو السيدة هند مدللتك زيادة عن اللزوم. عبير مؤدبة وعمرها ما عملت شي خليني وجهها مشان. ها؟ لكان بس معي لسانها طويل. أنا آسفة جدو، يعني فكرت إنه كتير مهم يضل اسمك الحقيقي سر. تفضل ارتاح. عن إذنك لأعمل القهوة كيف بتحبها؟ من إيدك طيبة، شو ما عملتيها. أنت شو قصتك؟ ما بعرف، أنت شلون بتقول على اسمك الحقيقي؟ ليه؟ يعني مو المفروض الإنسان لما بيتعرف على ناس جدد يقول عن اسمه الحقيقي؟ والطير؟ الطير كبر خلاص، تقاعد، ختيار. لا أجده، لا، الطير لازم يضل، الناس بحاجة له. الطير لا بيموت ولا بيختير ولا بيتقاعد. مين قال لك إنه الطير ما رح يضل؟ الطير دائما موجود. بالبداية كان شاكر، وبعدين شاكر وأنا، وهلأ أنت الطير. الطير الحقيقي هو أنت، وأنت شو بتريدي مساعدي؟ أنا ما بقصر أبدا. هلأ أنت زعلاني منه لأنه خوف عمتك ولا لأنه ما احتفظ بالسر؟ الاثنين. أنا ما بقدر سامح أي شخص بيحاول يأذي عمتي، ولأنه ما طلع قد المسؤولية. بهالحالة بسام لازم يتعاقب. يتعاقب؟ رح أخلي عمتك تفصله من الشغل وما حدا يشغله أبدا. لا حرام. قلبك علي؟ كله إلا شغله، أبوه عاجز، هو عم بيصرف على أهله. لكان رح ألاقي له طريقة عاقبه فيها غير شغله. أهلا وسهلا. يسلموا إيديك يا مدام. وإيديك. تفضل. شكرا جدو. يسلموا حبيبتي. مين اللي لازم يتعاقب؟ ما حدا عمتي، ما حدا، ما بدنا نعاقب حدا. بس أنت عاقبتي بطريقتك. أنا خلص ما عاد عاقب حدا ابدا. اخر وحده عاقبتها هي دلال. دلال؟ ليش شو عملت معه؟ خليت التجار ما يشتروا من الفساتين اللي راح تشتغل هون، بس لفتره بسيطه لحتى تحس بغلطها. امتى بدها تجي البضاعه؟ بعد شهر. وقديش بده يطلع لي منها؟ ليش مستعجل؟ مو لتجي البضاعة ونبيعها ولا شيء، بس مشان اطمن. قد ما لك حاطط بالمصاري. قديش يعني؟ إذا صدق أنور بتعمل لك 5 لـ6 بثلاث شهور. إلهي بشرك بالخير ويعمل بيتك يا عبد الحميد. مبسوط كتير. ها، قل لي شو أخبار عبير؟ ما بعرف، صلي 10 أيام ما سمعت عنه شيء. ضيعتها؟ أنا ضيعها يا معلم. أنا ما شفتها بس عيون الشباب عليها.